السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل اليوم إن شاء الله باللقاء 11، وتقريبا في المحاضرة السابقة أو اللقاء السابق توقفنا في التأمين أو شركات التأمين. فنشوف إن شاء الله أين توقفنا ونستمر مع بعض إن شاء الله. نحمل فقط الشرائح، نحمل الشرائح فنشوف أين توقفنا. صوت واضح؟ تمام. متى وكيف تبدأ منشأة التأمين؟ تمام، حلو. شرائح ظهر عندكم؟ متى وكيف تبدأ منشأة التأمين في ممارسة منشأتكم؟ عندما تجد عدد كبير من المستأمنين. طيب، ملخص عبد الرحمن. ايش ملخص عبد الرحمن هذا؟ طيب خلوا بعض. ثم تقرر مقدار القسط الذي يجب أن يلتزم كل مستأمن بسداده أثناء تلك الفترة. طيب، هذا مع تحقيق فائض مالي يكفي. هذا ما مهم يا جماعة، دقيقة بس شوف إيش المهم. خامسا، هل يمكن اعتبار التأمين نوعا من الادخار؟ هل يمكن اعتبار التأمين نوعا من الادخار؟ يقبل الأفراد على بعض أنواع التأمين لتغطية ما قد يصيبهم من خطر تترتب عليه خسائر، فيدفع الأقساط دون مقابل يعود عليه. يمكن اعتبار بعض أنواع التأمين ادخار، وذلك في حال اتفاق. هذا ما غير مهم، ها؟ ما مهم. المهم فقط وظائف التأمين. وظائف التأمين هذا مهم جدا. الأربع وظائف، أربع وظائف اللي يقول عليها وظائف التأمين. ما مهم يا جماعة، ما مهم يا صاح. نعم، مو معك. خلوا بالكم، نشوف وظائف التأمين. الوظيفة الأولى اللي هي بث الأمن والطمأنينة. من وظائف التأمين أنه يبث لنا الأمن والطمأنينة لدى الأفراد، وحنشرحها إن شاء الله الآن. الوظيفة الثانية تكوين الأموال. الوظيفة الثالثة تيسير الائتمان. الوظيفة الرابعة دعم ميزان المدفوعات. هذه أربع وظائف للتأمين، نشوفها مع بعض كده نشوفها. وهل نشوف أيضا هذا الشخص مهم ولا ما مهم بعد نخلص. الوظيفة الأولى بس الأمن والطمأنينة. الخوف من المستقبل أمر يلازم النفس البشرية. دائما يا جماعة الإنسان بيخاف من المستقبل. المستقبل مجهول والخطر يمكن أن يحدث في أي وقت. التأمين يبعث الثقة في المستقبل ويجعل المستأمن مطمئنا. دائما يا جماعة الإنسان لو يدفع التأمين يكون مطمئن ويقلق. طيب، إلى حمايته من آثار الأخطار التي تهدده في نفسه وماله. التأمين بذلك يشبع أحد الحاجات الأساسية عند البشر، ألا وهي الحاجة إلى الأمن. التأمين ماله يا جماعة بيشبه حاجة أن الإنسان بيكون مطمئن، حيث يتحرر الإنسان من الخوف ويتجه إلى التفاؤل ويبعد عن التردد، بما يجعله يقدم على الحياة بنفس راضية، وبالتالي يستطيع الأداء بشكل أفضل. دائما يا جماعة الإنسان لا يبدع إلا إذا كان في إيش؟ في أمن، أو كان هو مطمئن. فإذا كنت مطمئن فيمكن أن تبدع. طيب، فلذلك من وظائف التأمين اللي هي الوظيفة الأولى بث الأمن والطمأنينة. بث إيش؟ الأمن والطمأنينة. طيب،
الوظيفة الثانية تكوين الأموال. يمر الوقت بين جمع الأقساط من المستأمنين تمثل موارد منشأة التأمين وسداد منشأة التأمين لتعويضات والمبالغ المدخرة لهم تمثل التزامات منشأة التأمين. دائما يا جماعة تكوين الأموال، فشركة التأمين بتجمع الأقساط من المستأمنين، وفي هذه الفترة مالية يا جماعة بيكون في تعويضات للمستعمل لهم أو التزامات منشأة التأمين. هذه الأموال المتجمعة لدى منشأة التأمين تمثل ادخارا، تمثل إيش؟ ادخار. ادخار لمن؟ للأفراد. التوسع في الادخار يؤدي إلى انخفاض النسبة في الاستهلاك. الادخار يتحول إلى اكتناز، يحجب الأموال عن الاستهلاك والاستثمار. تعمل منشأة التأمين على استثمار تلك الأموال المدخرة، الأموال اللي وضعوها الأفراد عند شركة التأمين. شركة التأمين ما نجمع في الاستثمار. هذا الاستثمار يتماشى مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويحقق خطة التنمية الاقتصادية. يتم توجيه تلك المدخرات نحو مشروعات تعود على المجتمع بفوائد اقتصادية هائلة. المستأمن يعتبر الأموال المتجمعة لدى منشأة التأمين ضمان لتنفيذ التزامات منشأة التأمين قبله، فيتحقق له الأمن والاطمئنان. فالإنسان يا جماعة بيضع بيعرف أن الأموال المتكونة عند منشأة التأمين فهي يعني التزامات له أو التزامات منشأة التأمين قبله، قبل المستهلك أو المستأمن. لا يوجد ابتكار ولا إبداع ولا نجاح ولا تقدم دون وجود أمن واطمئنان، وفعلا هذه مقولة صحيحة. طيب الوظيفة الثالثة تيسير الائتمان. معنى الائتمان ايش هو يا جماعة؟ الاقتراض. يسهم التأمين في تيسير الائتمان لكل من الأفراد والمنشآت والدولة على السواء. المقترض لغيره بضمان عقاري، ضمان عيني، يستطيع أن يلزم المقترض فردا كان أو منشأة، خلوا بالكم، المقرض لغيره بضمان عقاري. يعني مثلا البنك إذا كان أعطاك غرض وأخذ منك ضمان أو رهن عقار، فيستطيع أن يلزم المقترض فردا كان أو منشأة بالتأمين على هذا العقار ضد الحريق، خلوا بالكم. وهنا يكون التأمين ضمانا لسداد الدين المستحق على المدين لصالح الدائن. المقرض لغيره بدون ضمان عيني. أيضا البنك إذا كان مثلا أعطاك غرض اللي هو بضمان شخصي، يستطيع أن يلزم الشخص المقترض بالتأمين على حياته، وهذه في بعض الدول. في بعض الدول البنوك يعني إذا طلبت مثلا قرض فبتقول لك أمن نفسك أو أمن نفسك على الحياة أو على الوفاة لصالح الدائن، فيكون الدائن هو المستفيد في حالة وفاة المدين. يعني إذا توفى المدين أو توفى المقترض فالدائن أو البنك يضمن بأنه أمواله شركة التأمين بتعوض ذلك. وهنا يكون التأمين ضمانا لسداد الدين المستحق على المدين لصالح الدائن. صاحب وثيقة التأمين على الحياة يستطيع أن يرهن هذه الوثيقة لصالح أحد المقترضين. قال مثلا إذا في حد يأمن نفسه على الحياة يمكن أن يرهن هذه الوثيقة لصالح أحد المقترضين فيحصل منه على قرض بضمانها، كما أنه يستطيع أن يحصل على قرض من منشأة التأمين بضمان وثيقته. تلتزم منشأة التأمين بتكوين احتياطات يتم توظيفها في شراء سندات حكومية مما يسهم في تدعيم قدرة الدولة على الحصول على قروض من الخارج. خلوا بالكم نمشي إلى الوظيفة اللي بعدها. الوظيفة الرابعة صح دعم ميزان المدفوعات. دعم ميزان المدفوعات، نعم، يعني التأمين لصالح البنك، فعشان البنك يضمن أنه أمواله ما يا جماعة بتسترد. طيب الآن يعني البنك إذا كان مثلا موليت شراء سيارة أو شراء عقار أو فبيطلبك بتأمين هذا العقار أو لهذه السيارة لفترة سداد القرض، فعشان يضمن ايش؟ انه اموال يا جماعة اذا حصل اي شيء للدائن او المدين فالبنك يضمن اموال عن شركة التأمين. الوظيفة الرابعة دعم ميزان المدفوعات اللي هو ميزان مدفوعات الدولة. يمكن ان يلعب التأمين دورا هاما في دعم ميزان مدفوعات الدولة.
أدى تشابه الأقطار في كافة أنحاء العالم إلى إمكانية امتداد نظام التأمين الذي تمارسه مؤسسة التأمين في دولة معينة إلى خارج حدود هذه الدولة. صدواته هنا دعم ميزان المدفوعات، يعني قالوا من وظائف التأمين أنه بيدعم لي ميزان المدفوعات على الدولة بالعملة الأجنبية. كيف؟ قالوا في حالة، خلوا بالكم، وهنا تقوم هذه المنشآت بعمليات تأمين لصالح أفراد يقطنون بالخارج. يعني مثلا يمكن أن تكون في شركات داخل المملكة العربية السعودية يعني تؤمن أفراد خارج الدولة، فسداد هذه الأقساط بيكون بإيش يا جماعة؟ بالعملة الأجنبية طبعا، وهذه يمكن أن تكون تدعم لي الدولة. طيب، وفي هذه الحالة يكون كل سداد الأقساط ودفع تعويضات بعملات أجنبية أو مقبوضات بعملات أجنبية تسري خزينة الدولة من هذه العملات. طيب، بالمثل قد تكون منشآت تأمين قائمة بالخارج، أي أيضا يمكن أن تكون في شركات خارج الدولة وتأمن أفراد داخل الدولة. أيضا كل سداد الأقساط والتعويضات يكون بعملات إيه يا جماعة؟ أجنبية، مدفوعات بعملات أجنبية. فيما يتعلق بقطاع التأمين، إذا زادت مقبوضات الدولة بعملات أجنبية عن مدفوعاتها بعملات أجنبية فإن الفرق يمثل عائدا صافيا للدولة. في فرق العملة يا جماعة يمكن أن تستفيد منه الدولة. هذا العائد من النقد الأجنبي يساهم في دعم ميزان مدفوعات الدولة ويجعلها في مركز يسمح لها بالتوسع في مستلزمات الإنتاج اللازم لتنفيذ قدرة التأمين. فأنا حبيت أولا أشرح عليكم، والشرح يا جماعة ما مطالبين به، فوظائف التأمين فقط هي كرؤوس أقلام الأربع نغاط فقط. يعني من وظائف التأمين هي بث الأمن والطمأنينة، اثنين تكوين الأموال، ثلاثة تيسير الائتمان، أربعة دعم ميزان المدفوعات. نحفظها كده كرؤوس أقلام، فبيجينا إن شاء الله في الخيارات أو في الصح والخطأ بيجيكم منها واحدة. يعني مثلا نقول لك واحدة من التالية ليست من وظائف التأمين، يمكن يقول لك واحدة من التالية ليست من وظائف التأمين، أجيب لك بس الأمن والطمأنينة، تكوين الأموال، تيسير الائتمان، أجيب لك وظيفة أخرى، فأنت إيش تشوف إيش اللي ما موجودة في وظائف التأمين. واضح يا جماعة؟ فاكر رؤوس أقلام من حابين يعني نيسر عليكم إن شاء الله. نمشي مباشرة إلى الشرائح اللي بعدها اللي هي يمكن أن تكون الخطر، وأنواع التأمين. فدقائق بس تحمل الشرائح عشان نحاول نخلص اليوم هذه الجزئية. والمحاضرة بتاعت الأسبوع القادم إن شاء الله هي الأخيرة، هتكون فيها كورسات، والبورصات قليلة جدا جدا، البورصات بسيطة جدا، فبناخذ فيها إن شاء الله مراجعة. يعني هتكون طويلة شوية المحاضرة القادمة، أو هنبدأ إن شاء الله من الساعة 8:15 بالضبط، هأخذ في نفس الوقت وحننتهي في نفس الوقت، لأن في بعض الطلاب عندهم إيش يا جماعة؟ عندهم لقاءات. ما في مشكلة إذا قلت نضيف محاضرة، ما في مشكلة إن شاء الله. إذا محاضرة يوم الأحد المراجعة ما عجبتكم نضيف لكم ثاني واحدة، لكن أنا متأكد بأن المراجعة هتكون هتعجبكم إن شاء الله، وهتقولوا خلاص ما عاوزين لقاء آخر يوم الأحد بإذن الله تعالى. طيب، الخطر وأنواع التأمين ظهرت عندكم، الخطر وأنواع التأمين ممتاز. طيب، عندنا فيها أربع نقاط. ما هو المقصود بالخطر القابل للتأمين؟ أولا. اثنين، ما هما أثناء الخطر القابل للتأمين؟ ثلاثة، هل يمكن التأمين من كل الحوادث؟ أربعة، أيضا هنناقش أنواع التأمين. طيب خلوا بعد، ما هو المقصود بالخطر القابل للتأمين؟ المقصود بالخطر القابل للتأمين هو حادث محتمل الوقوع تترتب عليه خسائر أو التزامات مادية على من وقع له، وتلتزم منشأة التأمين بتعويض المستأمن عن هذه الخسائر أو تلك الالتزامات، وقد يكون هذا الحادث جرا كالوفاة أو الحريق أو السرقة أو أي حادث ضار، كما قد يكون خيرا كالزواج أو استقبال مولود جديد أو استمرار الحياة، هذا مثلا كالتأمينات للحياة أو خلاف ذلك. المقصود بالخطر القابل للتأمين قلنا هو حادث ما
واحتمل الوقوع، يحتمل يقع ويحتمل لا يقع. لكن اذا وقع لابد ان تترتب عليه ايش؟ خسائر او التزامات ماديه، وتلتزم في ذلك مشروع التامين بالتعويض. خلاص هذا هو المقصود بالخطر القابل للتامين. طيب اهم شيء عندنا هنا ما هو ما ركن الخطر القابل للتامين، وهي دي عاوزه معاكم، عاوزه منها او عاوزه منكم وقفه، يجب ان تركزوا معي كويس الله يرضى عليكم. خلوا بالكم ما هو ما ركن الخطر القابل للتامين. للخطر القابل للتامين ركنان، يعني هذه كثير يا جماعه تتكرر في الاختبارات، اركان الخطر القابل للتامين. خلوا بالكم قلنا عنده كم ركنين. الركن الاول ان يكون مشكوكا في وقوعه. الركن الاول ايش؟ ان يكون مشكوكا في وقوعه، اي غير مؤكد، مثل الحريق، السرقه، التلف، الضياع اثناء النقل، الاصابه اثناء العمل، او مشكوكا في وقت وقوعه. يعني النوع الاول هو ايش؟ هو ان يكون مشكوكا في وقوعه او مشكوكا في وقت وقوعه، يعني مشكوكا في انه يقع او لا يقع، او مشكوكا في وقت وقوعه يعني متى يقع. واضح يا جماعه؟ قلنا ان يكون مشكوكا في وقوعه اي غير مؤكدا، مثل الحريق، يعني انا بامن منزلي او عقار من الحريق او من السرقه او من الضياع او اثناء النقل او الاصابات اثناء العمل، فهذا ايش؟ مشكوكا في وقوعه، يمكن يقع ويمكن لا يقع، او مشكوكا في وقت وقوعه. وهنا مع التاكد، يعني الثاني اللي هو احنا قلنا الركن الاول هذا، يعني مشكوك في وقوعه هذا الحادث ما مؤكد انه يقع، لكن او مشكوك في وقت وقوعه يعني هو حيقع لكن ايش؟ الوقت ما معروف، مثل الوفاه. او مشكوك في وقت وقوعه مع التاكد من ضروره وقوعه في المستقبل، مثل الوفاه. يعني الوفاه معروفه يا جماعه، كلنا حنتوفى لكن متى ما معروف. اذا فحادث الوفاة حدث مؤكد الوقوع، ولكن وقت وقوعه غير معلوم. يعني الان هل فيكم حد يعرف متى يتوفى؟ ابدا. لكن الحادث، يعني الحادث يمكن ان يقع ويمكن ان يقع. فالخطر القابل للتامين الركن الاول هو ان يكون مشكوكا في وقوعه ومشكوكا في وقت وقوعه، هذا الركن الاول. طيب ما هو الركن الثاني؟ الركن الثاني ان تترتب على وقوعه ايش؟ خسائر اقتصاديه. ان تترتب على وقوعه خسائر اقتصاديه، حيث انه من غير المعقول ان تدفع مشروع التامين تعويضا للمستأمن اذا ما وقع له خطر لم تنجم عنه خسائر اقتصاديه. وما هذه يا جماعه للتاكيد، ما للتاكيد، اذا ما وقع، يعني اذا وقع الخطر، يعني الشركة التأمين يا جماعة ما بتدفع عليك تعويض إلا إذا كان وقع الخطر وحصل عنه إيش؟ خسائر اقتصادية. لكن إذا ما في خسائر ما بتدفع عليك تأمين، ما بتدفع عليك تعويض. واضح يا جماعة؟ فالتعويض مال ويوجب أن يكون مقابل مال. يعني هنا أركان الخطر القابل للتأمين اثنين. الركن الأول أن يكون مشكوكا في وقوعه أو مشكوكا في وقت وقوعه. اثنين، الركن الثاني ان تترتب على وقوعه خسائر اقتصاديه. خلاص. طيب. ممتاز. طيب، سؤال هام. هل يمكن التامين من كل الحوادث؟ هل يمكن التامين من كل الحوادث؟ الاجابه الان لا. طيب لماذا لا؟ حيث لا يجوز التامين من حادثين هما الاول حادث يقع بغش من صاحب الشأن. الثاني حادث يقع بسبب نشاط غير مشروع. خلاص هذه نقطتين فقط. الاول حادث يقع بغش من صاحب الشأن، يعني ان المتعاقد او المستأمن يقع بغش منه او بعمد منه. يعني انا اقوم امن السياره بتاعتي وخلاص زهقت من السياره او عفتها يعني بائضه فاصطم بها عمود او اصطم بها جدار عشان ايه يا جماعه؟ او افحص بها فهنا واقول لشركه التامين انه عملت حادث، فهنا هذا غش. النوع الثاني حادث يقع بسبب نشاط غير مشروع لصاحب الشأن حتى ولو لم يقع بغش منه او اثناء قيام ذلك النشاط
متى كان مخالفا للقانون او النظام العام او وفقا للآداب، كان يكون تهريبا لاي شيء، والتهريب اما مخالفا للقانون او النظام العام واما مخالفا للآداب المتعارف عليها او تجارب الرقيق او المخدرات. فهذا كله يا جماعه حادث يقع بسبب ايش؟ نشاط غير مشروع. فالحادثين اللذين لا يجوز التامين منهما هما حادث يقع بالغش وحادث يقع بسبب نشاط غير مشروع. خلاص. طيب ما هي انواع التامين؟ انواع التامين متعدده. النوع الاول التامين من الحريق، ويغطي يا جماعه الخسائر الناجمه عن التلف نتيجه لاشتعال النار، اي شيء يعني بتكون فيه النار او الحريق فيعتبر هذا تامين من الحريق. اذا وقع الحريق تلتزم منشاه التامين بتعويض المستعمل عما يحدث له من ضرر بحيث لا تزيد قيمه التعويض عن مبلغ التامين المتفق عليه بين الطرفين. واضح؟ في الحالات التي لا يحدث فيها تلف مادي ولكن يتسبب الحريق في تعطيل العمل مثلا، فإن منشأة التأمين تعوض المستأمن عن الأرباح التي قد فقدها والتي كان سيحققها حتما لو لم يحدث الحريق. خلوا بالكم هنا في الحالات التي لا يحدث فيها تلف، يعني حصل الحريق لكن ما في خسارة من الحريق، الحريق فقط أخر لي العمل. أنا عندي مطعم وقمت أمنت هذا المطعم من الحريق، فحصل الحريق ووقف العمل والزبائن طلعوا وجاءت شركات الدفاع المدني وأطفأوا النار وأغلقوا المكان. فهنا يا جماعة المكان ما في أضرار اقتصادية، لكن سبب الحريق يعني أخر لي العمل أو فقدت بعض الأرباح، فهنا شركة التأمين تدفع لك التعويض. طيب النوع الثاني من أنواع التأمين التأمين من خيارة الأمانة، التأمين من خيارة الأمانة، وهذا النوع من التأمين يغطي كافة الخسائر التي تحدث للمستأمن نتيجة لاختلاف العامين عنده لبعض أمواله أو تبديدهم لأمواله أو ممتلكاته. فهنا يا جماعة يجوز لك أن تدفع تأمين ومن خيارة الأمانة، يعني مثلا أنت عندك مشاريع فيمكن أن تدفع تأمين للسرقة، تأمين لخيانة الأمانة أو تأمين للحريق. فخيانة الأمانة لحالة يا جماعة، كيف مثلا إذا عندك عمال اختلطوا هذه الأموال، فمتى تثبت ذلك؟ إذا مثلا جبت المراجع وثبت بأنه فعلا حدثت خيانة الأمانة، فإن شركة التأمين تعوضك وتأخذ هي من مين؟ من العمال اللي هم ثبتت عليهم وأعطيناهم السجن. طيب النوع الثالث من انواع التامين التامين من المسؤوليه المدنيه، وهذا يا جماعه عندنا في المملكه العربيه السعوديه هو تامين اجباري، هو تامين اجباري اللي هو تامين ضد الغير، من المسؤوليه المدنيه تامين ضد الغير. هذا النوع يغطي مختلف المخاطر التي يواجهها المستعمل اذا ما التزم مستقبلا بتعويضات للغير، ها للغير، نتيجه اهماله او تقصير موظفيه او بسبب عيوب في ممتلكاته. الان لا يجوز لك، اي نعم مثل حادث السيارات، الان يا جماعه لا يجوز لك ان تغوص سياره او تمارس اي نشاط الا تصافك الدوله بايش؟ بتامين ضد الغير، حتى وان كان مثلا عاوز تفتح لك محل مطعم، وهذا المطعم لماذا انا امن ضد الغير؟ يعني مثلا يمكن الاكل بتاعك او ممتلكاتك يعني تعمل ضرر للغير، فانت اذا ما عاوز يعني الشركة تدفع لك تعويض فليش يجب أن تدفع للغير، مثل حوادث السيارات التي يمتلكها أو سقوط مباني منشآتي إذا ترتب على ذلك ضرر للغير كالإصابات أو الوفاة أو إتلاف الممتلكات. طيب يكون التعويض مستحقا للغير الذي وقع له الضرر وفقا لما تحكم به الجهات المختصة أو يتم الاتفاق المدي عليه بين منشأ التأمين والمصاب في حدود مبلغ التأمين. مثلا انا عندي سياره وعملتها ضد الغير، وهذه السياره صدمت شخص او سياره بتاعت شخص اخر، فهنا شركه التامين يا جماعه بتدفع للغير، لكن سيارتك انت اللي تضررت تصليحها انت، فهي بتقوم بتصليح السياره الاخرى للغير،
وعلاج المريض إذا كان في مريض أو حصل له أي شيء أو وفاة لا قدر الله بشكل التأمين تدفع تعويضات. لكن لك أنت لا. النوع الرابع من أنواع التأمين، التأمين من حوادث وإصابات العمل. التأمين من حوادث وإصابات العمل يعوض العاملين لدى منشأة الأعمال متى أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويكون على أساس فئات معينة من التعويض يتلائم مقدار كل منها مع نوع الإصابة وأثرها على قدرة العامل أو عجزه عن العمل. مبالغ التأمين في التأمين من حوادث وإصابات العمل تبلغ أقصاها في حالة الوفاة. التأمين من حوادث وإصابات العمل ينص عادة على فئات التعويض في كل حالة ضمن جدول يرد في وثيقة التأمين أو يلحق بها أو وفقا لما ينص عليه القانون السائد في الدولة. هنا يا جماعة التأمين من حوادث وإصابات العمل في بعض الأعمال يا جماعة فيها حوادث، مثلا الناس شغالين مثلا في الكهرباء، الناس شغالين مثلا في شركات الغاز، الإنشاءات، كل هذا يا جماعة فيها إصابات، فلذلك هذا نوع من أنواع التأمين. كرؤوس أقلام يا جماعة، كرؤوس أقلام فقط أنواع تأمين كرؤوس أقلام. أيضا من أنواع التأمين هو التأمين من السرقة، هذا النوع يعوض المستأمن عما يتعرض له من سرقات متى ثبت حدوثها وفي حدود مبلغ التأمين المتفق عليه سواء عرف السرقة أو لم يعرف. يعني مثلا الآن أنا مأمن الشقة أو مأمن السيارة ضد السرقة، فسرقت السيارة أو سرقت المنزل وثبت ذلك، لكن السارق عرف أو لم يعرف، سرقة التأمين بتدفع عليك إيش؟ تعويض. وهنا نقول السرقة ينبغي ثبوتها يقينا وأن يعمل المستأمن على صيانة ممتلكاته، يعني لا تترك الشقة مفتوحة أو المنزل فاتح أو العقار فاتح وتقول سرق، لا هنا السرقة لا تسرق، لا تعطي تعويض لأنه هذا إهمال. في حالة معرفة السارق فإنه مثل التأمين بعد أن تدفع مبلغ التأمين للمستأمن يكون من حقها أن ترجع على السارق لاستقطاء المبلغ منه قضائيا للحصول على المبلغ الذي سرقه أو الممتلكات التي سرقها منه عن طريق القضاء. يعني قالوا إن سرقة التأمين بتدفع هي التأمين أو التعويضات أولا لصاحب الممتلكات، وإذا قبض على السارق فهي تأخذ مبلغ الذي دفعته للمستأمن. النوع السادس من أنواع التأمين هو من أهم أنواع التأمين وهو التأمين البحري. تأمين البحري، وهذا هو يعني قالوا أهم من أهم أنواع التأمينات، يعد من أهم أنواع التأمين. لماذا؟ نظرا لما يحققه من تنشيط لعمليات التجارة الدولية، عمليات الاستيراد والتصدير. التأمين البحري يغطي كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بإعداد النقل البحري أو النهري وبالبضائع التي تحملها، وكذلك نتيجة لحوادث الغرق أو الجنوح أو التصاعد أو الضياع الكلي أو الجزئي أو الحريق وما شابه ذلك، كما يغطي مسؤولية إيش؟ مالك السفينة تجاه الغير كالمسؤولية المدنية اللي هي التأمين ضد الغرق. فلذلك نحن نعرف فقط التأمين من أنواع التأمينات اللي هو التأمين البحري كرؤوس أقلام. النوع السابع من أنواع التأمينات هو تأمين الحياة، ومر علينا يا جماعة الإنسان يروح شركة تأمين ويأمن نفسه. تقوم وثيقة التأمين الحياة على أساس صحة ما يجيء في طلب التأمين ولما يدلي به المتعاقد والمؤمن عليه من بيانات ومعلومات. خلوا بالكم إذا سوت الغش أو سوء النية يفصل العقد. يعني مثلا أنا رحت شركة تأمين بعرض أمن نفسي فبدوك استمارة، هذه الاستمارة تملاها، كيف أملاها؟ يسألوك عن بعض الأمراض، مثلا هل تصاب بمرض سكري، هل تصاب بمرض كذا كذا كذا، بس الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. فإذا ثبت الغش أو سوء النية يبطل العقد، العقد هنا على جماعة يكون باطل. رؤوس أقلام، نعم. التأمين على الحياة يغطي خطر الوفاة مهما كان سببها فيما عدا الوفاة بفعل المتعمد من المستفيد. يعني قالوا التأمين على الحياة بغطي لي الوفاة، لكن إذا كان حدث الوفاة مثلا أنا شنكت نفسي أو يعني وقعت متعمدا أو سقطت متعمدا من العمارة مثلا، فهذا يا جماعة لا تعويض لك، انتحار. لا تغطي وثيقة التأمين على الحياة الانتحار دون مرض يفقد المؤمن عليه إرادته، كما لا تغطي مسابقات السرعة للمركبات الآلية ما بتغطيها التي ربما تؤدي إلى وفاة من يقوم بها. تأمين الحياة يغطي أخطار الطيران
والسفر برا وبحرا في جميع أنحاء العالم، كذلك أبطال الحرب للمدنيين دون العسكريين. طيب خلوا بعض. النوع الأخير من أنواع تأمين التأمينات الاجتماعية. تختلف قوانين التأمينات الاجتماعية من دولة إلى أخرى. كلما زاد تقدم الدولة كلما زاد اهتمامها بمواطنيها، ومن ثم زاد عدد الفئات التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي. من المزايا التي يتمتع بها الأفراد في ظل قانون التأمين الاجتماعي العلاج من المرض، كما عندنا في المملكة العربية السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار، إجراء العمليات الجراحية، صرف الدواء اللازم، تركيب الأطراف الاجتماعية عند الضرورة، صرف معاش عند العجز أو الشيخوخة أو الوفاة. كل هذا يا جماعة بتطلب لك الدولة إذا كان بتهتم بمواطنيها. طيب نمشي إلى ما هي المبادئ الأساسية التي تحكم التأمين. ما هي المبادئ الأساسية التي تحكم التأمين؟ فهنا يا جماعة فيه في بعضها رؤوس أقلام، في بعضها الشرح مهم. فما هي المبادئ؟ مبدأ أولا، مبدأ حسن النية. مبدأ حسن النية، إيش حسن النية؟ وزيرة التأمين هي الصك الرئيسي المثبت للتعاقد بين التأمين والمؤمن، بين المستأمن والمؤمن، اللي هو بين المستأمن وشركة التأمين. يجب أن يتوفر لدى كل من طرفي عقد التأمين منتهى حسن النية، بمعنى أن تكون البيانات التي يدلي بها كل طرف صحيحة ودقيقة، يعني ما فيها غش. تبني مشكلة التأمين قرارها بقبول أو رفض التأمين على البيانات التي يدلي بها المستأمن، وتستخدمها بتقرير القصد الواجب سداده، وفي وضع الشروط التي تتناسب مع الحالة التأمينية. تعمل مشكلة التأمين على التثبت من البيانات التي يدلي بها المستأمن، إلا إذا كان هناك إيش؟ أشياء لا يمكن اكتشافها. إذا تم اكتشاف أي تلاعب في هذه البيانات يصبح عقد التأمين مع الجماعة باطلة. فلذلك هنا من المبادئ الأساسية التي تحكم التأمين مبدأ حسن إيش؟ النية. طيب لا يجوز لمشكلة التأمين أن تخبر طالبين التأمين بأي يعني بيانات. هذه كرؤوس أقلام يا جماعة، منتهى حسن النية الأولى دي كرؤوس يعني نعرفها من المبادئ التي تحكم عملية التأمين، اللي هي إيش؟ منتهى حسن النية. اثنين، مبدأ المصلحة التأمينية. مبدأ المصلحة التأمينية يعني أن يكون للمستأمن مصلحة تتحقق بواسطة التأمين، ويصاب بخسارة مادية إذا وقع الخطر الذي يؤمن منه، وتتحقق له منفعة اقتصادية إذا لم يقع هذا الخطر، فهي المصلحة التأمينية. والذي ينقل لحسابه بضائع عن طريق البحث له مصلحة تأمينية فيها، لأن هلاكها أثناء النقل يصيبه بخسارة، وسلامة هذه البضائع حتى وصولها إليه يحقق له منافع اقتصادية. يشترط في المصلحة التأمينية شرطان، أن تكون المصلحة اقتصادية، أن تكون المصلحة مشروعة. فهذه مبدأ المصلحة التأمينية أيضا كرؤوس أقلام. ثلاثة، مبدأ السبب الغريب. مبدأ السبب الغريب، وهذه عودة منها نوقف شوية، يعني عدم استحقاق التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر في وقوع الخسائر، أي السبب الغريب لحدوث الخسائر. خلوا بالكم، يعني عدم استحقاق التعويض إلا إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر في وقوع الخسائر، أي السبب الغريب لحدوث الخسائر. طيب مثال، إذا وقع حريق نتيجة قنبلة أثناء الحرب، وكان عقد التأمين يغطي خطر الحريق ولا يغطي أخطار الحرب، فإن المستأمن لا يستحق التعويض. يعني هنا أنا مؤمن المنزل بتاعي من الحريق، فاحترق المنزل سبب إيش؟ جات قنبلة وقعت فيه، فهنا أثناء الحرب مثلا، فهنا يا جماعة مين اللي بيعوضك؟ بتعوضك الدولة، فشركة التأمين لا تعمنك، لأن السبب بتاعه إيش؟ السبب في الحريق هو إيش؟ هي الحرب. طيب مثال، إذا كان السبب في تلف البضاعة المؤمن عليها ضد الحريق هو تسرب المياه إليها أثناء إطفاء الحريق، فإن الحريق يكون هو السبب القريب، حيث لولاه لما وصلت مياه الإطفاء إلى البضاعة، وهنا يصرف التعويض. لا، هذا مبدأ السبب القريب، هذه مهمة يا جماعة، ليست كلها كرؤوس أقلام. مبدأ السبب القريب هنا مهم جدا جدا، يعني إذا وقع حريق نتيجة قنبلة أثناء الحرب، وكان عقد التأمين يغطي خطر الحريق،
ولا يغطي أكثر الحق، فإن المستعمل لا يستحق التعويض. أما إذا كان السبب في تلف البضاعة بتاعة المؤمن عليها ضد الحريق هو تسرب المياه إليها أثناء إطفاء الحريق، فإن الحريق يكون هو السبب القريب، حيث لو لاه لما وصلت مياه الإطفاء إلى البضاعة. خلوا بالكم، أنا أمنت الشركة بتاعتي ضد الحريق فحصل الحريق، لكن لو اتجرت الإطفاء يطفو الحريق البضاعة ما تضررت، فقط تتضرر بإيش يا جماعة؟ بمياه الإطفاء، بمياه الإطفاء. فهنا كان إيش؟ الحريق هو السبب في ذلك، لولاه ما له يا جماعة لما وصلت مياه الإطفاء إلى البضاعة، وهنا يصرف التعويض لأنه مبدأ السبب القريب. طيب، أربعة مبدأ التعويض، وهذه وضع أيضا مهمة يا جماعة. الغرض الأساسي من التأمين باستثناء تأمين الحياة هو تعويض المستأمن عن الخسائر التي لحقت به نتيجة وقوع الخطأ. يشترط في التعويض أن لا يتجاوز قيمته قيمة المبلغ المتفق عليه أو قيمة الخسارة الناجمة عن وقوع الخطأ. ركزوا لي في المثال ده يا جماعة. المثال ده أنا عاوزكم تحفظوه، حفظ المثال هذا. خلوا بالكم. مثال، لو أن مبلغ التأمين كان 1000 ريال. مبلغ التأمين كان 1000 ريال. وكانت الخسارة الناجمة عن الخطر 700 ريال. فإن التعويض المستحق لا يتجاوز إيش؟ 700 ريال. أما إذا بلغت الخسارة 1500 ريال، فإن التعويض لا يتجاوز مبلغ إيش؟ 1000 ريال. هذه وضحت ولا ما وضحت يا جماعة؟ هذه وضحت المثال ده. خلوا بالكم، إذا كان مثلا أنا اشتريت سلعة ب 10000 ريال ورحت لشركة التأمين أمنتها بالمبلغ نفسه، يعني قلت لهم أنا اشتريتها ب 10000، لو أن مبلغ التأمين كان 10000 ريال وحصلت خسارة، حصلت خسارة والخسارة تكلفتها 5000 ريال، خلوا بالكم، فإن شركة التأمين تدفع لي كم؟ تدفع لي فقط 5000. طيب، أنا اشتريت سلعة ب 10000 ريال وحصلت خسارة والخسارة كانت 15000 ريال، كم تدفع لي شركة التأمين؟ الشركة التأمين تدفع لي فقط 10000، لأنه أنا أصلاً لما جيت أمتى ذكرت لهم قيمة السلعة كم؟ 10000. تمام، هذا مبدأ التعويض. طيب، مبدأ المشاركة أيضاً مهم، مبدأ المشاركة في التأمين، وهذا مهم جداً. قد يكون التأمين ناقصاً أو كافياً أو فوق الكفاية. طيب، قال لي طيب لو تكرر الضرر وصار الإجمالي أكثر من مبلغ التأمين كم يكون التعويض؟ ففي كل مرة يعوضوك، لا ما في مشكلة. يعني مثلا الآن حصل لي حادث، أنا مأمن تأمين كامل، وحصل حادث وشركة التعويض بتعوض تعويضك. طيب، في أثناء هذه السنة ثاني حصل حادث، أيضا شركة التأمين تعوضك لو تكرر الضرر، لكن الضرر لابد أن لا يكون أكثر من مبلغ التأمين. شركة التأمين تعوض لك حتى حصل لي 5-6 مرات، ما في مشكلة يا عبد العزيز. طيب، قد يكون التأمين ناقصا اللي هي مبدأ المشاركة بالتأمين، قد يكون التأمين ناقصا أو كافيا أو فوق الكفاية. يكون التأمين ناقصا إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الأصل المؤمن عليه، يعني مثلا السلعة أنا اشتريتها ب 50000 ورحت لشركة التأمين قلت لهم اشتريتها ب 40000، وهذا يسمى ناقصا. يكون التأمين كافيا إذا كان مبلغ التأمين متساويا لقيمة الأصل المؤمن عليه، اشتريت الأصل ب 50000 ورحت لشركة التأمين وريتهم سعر الأصل 50000، فهذا هو إيش؟ كافية أو مساوية، اللي يقول عليه كافية. يكون التأمين فوق الكفاية إذا قام المستأمن بالتأمين على أصل واحد لدى أكثر من منشأة تأمين. يعني أنا اشتريت سيارة ب 50000 ريال ورحت أمنتها عند شركة التعاونية، وأيضا أمنتها عند الشركة الإسلامية، وأمنتها عند شركة ثالثة، فهنا يا جماعة معلوم بيكون التأمين فوق الكفاية. طيب مثلا خلوا بالكم للمثال ده ايضا مهم يا جماعه، ودي دائما بيتكرر في الاختبارات. مبلغ التامين 10000 ريال وقيمه الاصل 15000 ريال، في هذه الحاله يكون المستعمل مشاركا في هذه العمليه التامينيه بالفرق بين المبلغين، اي بمبلغ كم؟ 5000 ريال، يعني مشارك في الضرر اللي حصل له، مشارك شركه التامين. في حاله التامين الكافي لا تكون هناك مشاركه من التامين في التامين،
إلا إذا كان أو إذا قام المستعمل بتأمين على الأصل لدى أكثر من منشأة تأمين. طيب في حالة التأمين فهو كفاية، يقوم المستعمل بالتأمين على الأصل لدى أكثر من منشأة تأمين، هذه واقع يا جماعة. طيب دكتور تجيب المثال في الاختبار بنفس الأرقام، لا تغير طبعا يا مها، تتغير الأرقام، أنا عارفكم تفهموا وفهم نفسها نفسها بتجي نفسها يا سحر، الأمثلة بتجي نفسها لكن بدل الأرقام تتغير، ولا بد أن تحفظوها. المبدأ الأخير اللي هو يا جماعة مبدأ الحلول في الحقوق، مبدأ الحلول في الحقوق، لأنه في بعض الطلاب عندهم إيش يا جماعة، عندهم محاضرة، يعني أن منشأة التأمين تحل محل المستأمن في كافة حقوقه المتعلقة بموضوع التأمين طرف الغير، فما دامت قد دفعت للمستأمن التعويض المتفق عليه نتيجة وقوع الخطر، فإنها تستطيع ترجع على الغير الذي تسبب في الضرر الذي حدث التعويض عنه بشرط أن لا تتحصل لنفسها على مبلغ يزيد عن التعويض الذي دفعته المستأمن. هذا مبدأ الحلول في الحقوق. مثلا شركة التأمين، يعني أنا أمنت ضد السرقة وحصلت السرقة، فإذا عرف السارق أو لم يعرف السارق فشركة التأمين بتدفع عليك التأمين، وهي إيش يا جماعة، بتدفع عليك التعويض، وهي تلحق السارق وتأخذ منه المبلغ، لكن لو قالوا لا يزيد عن المبلغ الذي دفعته لك. هنا خروص الظلام ستة ما في شرح، ستة شرح ما مطالبين به. لا يسري هذا المبدأ في تأمين الحياة، حيث يكون المستفيد الحق في الحصول على تأمين من منشأة التأمين. ما هي الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين؟ هذه كغوص أغلام، الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين اللي هي التعاون وقانون الأعداد الكبيرة والإحصاء، وأيضا إيش ثلاثة فقط. ما هي الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين؟ التعاون وقانون الأعداد الكبيرة والإحصاء، كرؤوس أقلام يا جماعة، خلاص كرؤوس أقلام. إن شاء الله المحاضرة القادمة نشرح فقط الثلاثة نقاط هذه، وفيما بعد إن شاء الله نأخذ الأسبوع القادم اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد البورصات، ونأخذ المراجعة إن شاء الله، نأخذ البورصة والمراجعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدا يا سارة، أبشري يعلون عن المبتدأ إن شاء الله، بس ما في سؤال، أنا رديت قبل المحاضرة، أنا رديت قبل المحاضرة إن شاء الله، لكن هي الحين أدخل المبتدأ وأشوف إيش موجود فيه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نواصل إن شاء الله المحاضرة القادمة وهي يوم الأحد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير يا أحلام، وبارك الله فيكم جميعا، وأنتم أيضا متعاونين إن شاء الله بملاحظاتكم وبأسئلتكم وبتفاعلكم في أثناء المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا، اللهم آمين وإياكم يا رب. اللهم آمين، جزاكم الله خير. يلا إلى اللقاء إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.